بشكل مفاجئ ظهور وثائق سرية تشهد بمغربية تندوف وبشار. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الوثائق السرية التي سربت من فرنسا ولأول مرة عن مغربية تندوف وبشار، وأيضا عنا موضوعها حول إبراهيم غالي وأنبوب الغاز الجزائري. قبل ما بلش فيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس لنضل دائما توصل، تحطوا لايك جماعة، خلي الفيديو انتشر، خلينا بالجرس. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ دولة مالي تهدد فرنسا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأيضا تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون المسيئة لحكومة مالي. استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي اليوم منذ ساعات معدودة السفير الفرنسي بالبلاد لإبلاغه احتجاجا رسميا على التصريحات وصفتها بغير ودية للرئيس الفرنسي ماكرون، التي انتقد فيها الحكومة المالية. وأثار ماكرون غضب مالي بعد قوله أن الأخيرة لا تعتبر حكومة كونها منبثقة من انقلابين. وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية في مالي، فإن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله ديوب بمالي استدعى السفير الفرنسي على خلفية التصريحات غير المقبولة للرئيس ماكرون. وأضاف البيان أن الوزير المالي أبدى للسفير الفرنسي استياء وتنديد حكومة مالي، وأثار احتجاجا شديد اللهجة على هذه التصريحات الفرنسية التي من المحتمل أن تضر بتطور العلاقات الودية بين الدولتين. كما حث الوزير السلطات الفرنسية على ضبط النفس، ودعا إلى اتباع نهج بناء يقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتركيز على القضايا السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ما نراه الآن وما يثير الدهشة، اليوم دولة مالي تهدد فرنسا بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب التصريحات المسيئة لماكرون. إذن لماذا الجزائر لم تهدد فرنسا أيضا بقطع العلاقات الدبلوماسية؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. معلومات جديدة عن قضية بن بطوش. بن بطوش أمام القضاء الإسباني، إسقاط تهمة والإبقاء على أخرى. يتابع المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني على خلفية اتهامه بارتكاب جريمتي الإبادة والتعذيب. وأفاد مصدر إعلامي أن المحكمة الوطنية العليا بإسبانيا أصدرت اليوم منذ ساعات قليلة قرارا يقضي بحفظ الشكوى المرفوعة ضد المدعو إبراهيم غالي على خلفية اتهامه بتهمة ارتكاب الإبادة. ويبقى بن بطوش على أثر ذلك متابعا بتهمة التعذيب فقط، وهي التهمة التي رفعها ضده منشق سابق عن البوليسيرو الانفصالية يدعى فاضل بريكي، يفيد نفس المصدر. ما نراه الآن وما يثبت بأن إسبانيا تلحق مصالحها فقط. إسبانيا اليوم لا يعنيها بن بطوش، لا يعنيها بن فتوش، لا يعنيها بن تشتوش. إسبانيا لديها مصالحها فقط. عندما أتى وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر واتفق مع الجزائر على الاتفاق الأنبوب الغاز، نرى اليوم القضاء الإسباني يسقط هذه الدعوة من إبراهيم غالي.
وإسبانيا أيضا تبقي على ورقة ثانية لديها وهي ورقة التعذيب، أي أن إسبانيا تعامل بن بطوش كورقة ضغط على الجزائر، وذلك من أجل الغاز الجزائري. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. ظهور وثائق مسربة من الأرشيف الفرنسي تثبت اعتراف فرنسا الرسمي بمغربية بشار وتندوف. عاجل، مفاجأة من العيار الثقيل، وثيقة من الأرشيف الفرنسي تشهد بمغربية تندوف. تم نشر وثيقة تعود لفترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، تسربت عن الأرشيف الفرنسي، تحمل اسم وثيقة رقم 5 ومختومة من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية للجزائر آنذاك، وتفيد هذه الوثيقة أن منطقة تندوف الواقعة بأقصى جنوب غرب الجزائر حالياً هي تابعة للمملكة المغربية، وتعد هذه الوثيقة حجة قوية لا تقبل الجدل تثبت بوضوح مغربية تندوف. ويعود تاريخ هذه الوثيقة إلى شهر ماي من سنة 1962، وهي وثيقة موجهة من مكاتب الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى السلطات الفرنسية المركزية بالعاصمة باريس، وتقول بوضوح أن سكان منطقة تندوف يرفضون المشاركة في استفتاء استقلال الجزائر لأنهم يحملون الجنسية المغربية ولا يمكن لهم التخلي عن هذه الجنسية ومن المستحيل أن يصوتوا. وليست هذه الوثيقة الوحيدة التي سربها الأرشيف الفرنسي حول أراضي مغربية أدمجتها السلطات الفرنسية في الجزائر، حيث واظب الأرشيف الفرنسي منذ عدة سنوات على تسريب العديد من الوثائق الموقعة والتي تثبت مغربية هذه المناطق منذ قرون قبل أن تدخل الاستعمار الفرنسي وإلحاقها بالجزائر. ويوجد العديد من المغاربة في الحدود المغربية الجزائرية الذين يملكون وثائق رسمية مختومة من طرف موثقين فرنسيين آنذاك تفيد ملكهم الأراضي أدمجتها فرنسا في الأراضي الجزائرية قبل خروجها من الجزائر. ما نراه الآن ظهور وثيقة تسرب من الأرشيف الفرنسي تشهد بمغربية تندوف، على ما يبدو بأن بشار وتندوف أصبحوا قريبين المنال. نقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة، ويكسرنا أخي فيديو كل حب وضعك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.